ايه عرفي. اهلا وسهلا فيك استاذ سامي خياط. حضرتك ضيفنا اليوم، واصل مؤخر شوي، تعبان. لا ركض ركض، عم نركض عجقة تنوصل، لانه ما بقى تحمل البلد هالعجقة. معقول؟ يلا خليك معنا شوي لحق قرف فعلا. رح نكون مع تقرير خاص لك، من بعدها بنرجع بنحكي عن المسرحية. فتحت عنوان كرف أو قرف تم عرض العمل الجديد للممثل الكوميدي والكاتب المسرحي سامي خياط. رح نبقى مع تقرير عن هالعمل، من بعدها نحكي عن تفاصيل العمل معه. ضموني حصالي شوي لشوف في هون عمالة حمر شوي، كأنهم كانوا نايمين وهلأ عم يوعوا. انتو خلايا نائمة. وخمسين سنة من الخبرة المسرحية برصيد الممثل الكوميدي سامي خياط، وخلال هالمسيرة شهدت مسرحياته على يوميات شعبه ووطنه، وبعمله الأخير يلي قدمه على مسرح مونو أيضا حاكى الشعب اللبناني والظروف الصعبة ضمن مسرحية كوميدية انتقادية وموسيقية كان عنوانها ملفت ولكن مش غريب عن حالة الوضع الحالي بلبنان. وهلأ إليكم منو سهرة الليلة. قرف ليش الحالي شو بلبنان؟ مش قرف؟ ايه بس انتبهوا على اللعب على الكلام. الكرف هيدي اللي بيحطوا فيها مي او بيحطوا فيها عرق او الى اخره، هي عنقها كتير ضيق، يعني نحن وقت نكون قاعدين تحتها فيها بالاخر بقعره ما بقعد فينا نطلع، هيدي حالتنا بلبنان. في عندي كذا دور بالمسرحيه، لانه هي طبعا مسرحيه ما بتحمل يعني مثل مشهد معين من اول لاخر، وفي كذا مشهد مرتبطين ببعض. ما في غير المسرح بتقدري تعبري، بتقدري تقولي كل شيء، بتقدري تعطي من ذاتك من قلبك بكل شيء عم بتحسي. نحن مترجمناها بسكتشات مهضومة خفيفة بتوصل الفكرة بنفس الوقت بتضحك. سامي خياط بضلوا علم من أعلام الفكاهة في لبنان، الفكاهة الملتزمة. الفواتح للقابلية. يمكن يحكيكم عن الجرير بالبحر، حدا بيعرف؟ ليه؟ أبدا. المقبلات 6 متر باي مثلا. ليه؟ غلطي. المطيبات. أنماط عديدة قدمها خياط خلال مسيرته على المسرح، وبمعظم عناوين أعماله لعب على الكلام، إنما مسرحية قرف أو كراف بتعبر فعلا عن ضيق حال اللبنانيين ولبنان. طيب نحن شو نتقل؟ أنا ما بعرف شيء عن لبنان وماضي. عم بيقولوا انه لبنان ما بقى رح يكون مثل ما كان. ليش كيف كان لبنان؟ انت بتعرف؟ عم تسألني لإلي؟ انا ما كنت خلقت. ليش انا كنت خلقت؟ ما انا مثلك، بتعرفوا شو؟ رح روح اسأل اهلي كيف كان لبنان. ان شاء الله اهلك يتذكروا كيف كان لبنان الماضي. انا اهلي ضربوا المزهر. المزهر؟ الزهايمر. اذا انا من الشوف بقول قرف، بس انا من بيروت بقول قرف. سامي خياط لوحده بس المسرح هو اون لوي ميم بلوزيو بيرسوناليتي اون بيرسون. مبسوطين تنشوف شو في جديد، لانه عنا دائما بيكون عنا مفاجآت كثير حلوه. انه جاي بدي اتمربح واتضحك وما بدي وقت حلو. الطبق الاول ايبولا. ليجيم. الخضار. المطربات. ليغوتي. المشاوي. حرقة وليم. ليه؟ بسات؟ الحلويات والفاكهة. للنوستالجي. هلا وضع البلد قرف اكيد، بس ان شاء الله المسرحيه لا منيحه، نحن على طول بنحضره ومعودين عليه وبيضحك وبيسلي. سامي اكيد بطريقته بجسد الاشياء مثل ما لازم، اكيد مسرحيه رائعه ومع الاكيب معه اكثر مطرح نقدر نوصل الواقع تبع اللي بنعيشه، يعني هو على المسرح. Ladies and gentlemen, bon appétit. يلا bon appétit ناحية الصحون من كرتون. ما هيدا اللي بدي اسال، حدا صار له شيء بالسهر ولا كله طلع بالخير؟ ابتداء من هالخميس رح بلش زت صحون ازاز. ليه مين جاي؟ وكبيات ازاز يونانيه جايين يحضروا؟ لا
هيك حتى تحسوا حالكم انه عم تاكلوا مزبوط، لانه مع الكرتون بصير يتعوج. هلا نحن عم ناكلها مزبوط بقى من تحت. اخذت بس معك 3 اشهر المسرحيه، كثير كانت ايه تحضيرها كان هلقد في مواد دسمه لنحكي عن قرف بالبلد. سوري حسيت كلمه إيه. يعني معلش، حسيت انه ضروري اني اكون موجود خاصة بهالفترة، انه لازم ارجع لجمهوري وارجع التقي انا وياه ونكفي، حتى لو كان الوقت كان ضيق كتير ضيق حتى اقدر احضر مسرحية. عادة بدي 5-6 اشهر، هالمرة 3 اشهر يلا سهر كل ليلة للستة الصبح طاخ. يعني هلا بعدين سكتش فيها المسرحيه هي ما في سكتشات هيك مقطشه، هي قصه بس مثل فصول مختلفة. فصول ايوه فصول 12-14 يعني أوكي. هي الفكره انه اللبناني يعني رايح على مطعم والمنيو عم يتقدم قدامه. لا مش هي الفكره، الفكره انه نحن بكعب القنينه ما عم نقدر نظهر منها. كيف بدنا نلاقي طريقه نظهر منها مع هالاطباق اللي عم بيطعمونا اياها بهالبلد؟ ففي عنده أساليب اللبناني، عنده طاقات مهمة تحت يقدر يزمت من هالقرف. فهيدي هو، هيدا هو موضوع. كيف 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 تخطر عبالك هيك موضوع إنه نحن عايشين بكعب قنينة؟ عجبتني كتير هيك إجا على فكرة، عجبني كلمة كرف بالفرنساوي، وبيقولوا بالفرنساوي تومبي أون كرف، يعني واحد وقع بورطة طويلة عريضة. لأنه ما بقعد فيه يطلع العنق كتير ضيق، شو بيطلعوا يعني؟ شو بيطلعوا؟ كيف بده يزمط؟ كيف بده يشد حاله؟ كيف بده؟ مع أنه نحن هون بالصورة زمطنا شوي، دهرنا. وكرف بالعربية تطلع قرف، هذا لعب على الكلام. أنا بحب دايما أعطي عنوان في لعب على الكلام. من قبل يعني مسرحيتك السابقة 55 مسرحية صاروا هيك، هيدا الرقم صاروا 55 55 يا هيدا رقم 55 نعم اوكي نعم. شو المواضيع اللي عم تطرحها؟ عن أي قرف عم تحكي؟ القرف اليومي اللي كل يوم عم نعيشه صحيح، بس تحديدا يعني مرض الإيبولا يمكن هلا سمعنا شوي، كل شيء إيبولا، الحالة الأمنية عموما، حرق الدولي، تسكير طرقات، الأكل، الأوساخ بالأكل، الأكل يمكن هاي آخر فقرة كتبتها. جديدة ما نشت لهالدرجة جديدة. لا بس الفضيحة هلا عم يحكوا فيها. لا بس المسرحية يعني كنت بلشتها قبل ما تطلع الفضيحة، مع العلم إنه كان في فضيحة سنة الماضية. إنما هي المسرحية بتحكي عن مصير اللبناني، هودي كلهم تفاصيل، انه متضايق من عجقه سير او من الاكل او بس مصيرنا شو، وين رايحين اولادنا شو رح يعملوا بالاخر هيدي. رح نطلع منه للكرف ولا رح نبقى فيها؟ لكن رح نسافر لكل بلدان العالم نشوف اذا برا احسن، وبنرجع لانه قرف لبنان ما في ألذ منه، احسن قرف بالعالم هو قرف لبنان، مش هيك بنرجع وفي تفاؤل. لانه هلا باخر مشهد بالريبورتاج كان عبالي اعرف اخر شيء انه عم بيحكوا انه نحن ما بنعرف كيف كان لبنان لنعرف كيف بده يصير. هلا اخر شيء كان عبالي اعرف اصلا شو بقرروا، مشان هيك انا اخذتهم، انا الاقدم منهم، اخذتهم لكل بلدان العالم وفرجيتهم انه مطرح ما كان في قرف، بس قرفنا نحن بضموا اهضم، بقى خلينا هون احسن. يعني حلوه فيها دعوه بالاخر انه الناس تفل ضل هون بلبنان. أكيد أكيد. لانه هذا الوضع. نعم، مجموعه من الممثلين جاد سعد، فيرا درزه، اليسابا، وانتم بالكوليس عائله كلكم بتشتغلوا يعني صحيح. بين نيلا وسابين ايوه عائلتي كلها اشتركت بايد وحده، وكمان سامي جونيور. سامي جونيور مشان الموسيقى والمؤثرات الصوتيه. سابين ما قدرت تكون معك؟ ما قدرت تكون معي لانه كل الشتويه هي رسامه وبتعلم رسم، ما فيها يعني بين المدرسه اللي بتعلم فيها وبتعلم بالبيت وبتعلم بمكتبه، يعني ما بتلحق. بس عامله الفويس اوفر. ايه الفويس اوفر، في اصوات مواكبه لمرتي نيلا، لبنتي سابين، لابني سامي، مع انه هو عم يشتغل ورا الكواليس. كلنا شاركنا، اضافه الى فرقتي يعني جاد وفيرا والي. إلي فات جديد معنا، جات صار له مدة، وفيرا صار له 4 سنين وتأقلموا مزبوط معي وبيلعبوا عدة أدوار بالمسرحية. قد ايه بتفهموا على بعض؟ كتير، لأنه صاروا يعرفوا أسلوبي وأنا ماني هين يعني قاسي. عندي مثلا عصا فيها مسامير طخ ضمني خبط فيها، شو بدنا نعمل؟ بيركعوا على مجبورين. طبق من قصب؟ طبعا بيركعوني. بحط طق يا قصب مسامير كله مثل هودي بالهند، اوقات بيناموا على مسامير.
تخت سمير هودي الفقير بدهم يعذبوا حالهم طبعا. وإلي سابا رجعت أقلم يعني مع هالعذاب أقلم بسرعة أقلم بسرعة كان بالأول هيك شوي ضايع بالمسرحية الماضية تزيفو فات معنا وتأقلم بسرعة لأنه صعب حدا جديد يفوت على جروب أكيد وساعدوه يعني فيرا وجاد كانوا محوطينه لا كنا فرقة فعلا بثلاث أشهر حضرت العمل المسرحي قد بقيتوا تتمرنوا عليه تمرنا مش كتير صدقيني كمان كله على السريع كله على السريع وصلنا على الافتتاحية مش عاملين فيلاج اللي بيسموه فيلاج يعني تمرين عام قبل بليلة بنعمل كأنه في جمهور بالصالة ما بيكون في حدا بنعمل هالتمرين تنشوف قديش نحنا فينا ننسي الإضاءة مع الصوت مع الحركة بده يلحق بعضه بده يلحق بعضه مع الأكسسوارات مع تغيير ديكور تغيير إضاءة إلى آخر تياب ما قدرنا نعملها لأنه كان عندنا مشكلة بالديكور لذلك نجحت يمكن الافتتاحية لأنه كنا لدرجة مشدودين وخايفين لدرجة أنه ما غلطوا ولا غلطة يعني. ولا غلطة تاني يوم صرنا نغلط بعد ما كان خلصت الافتتاحية مثل شو الأغلاط بتصير لا واحد أنا مثلا فت بمشهد ما كان لازم فوت فيه فكرت أنه خلص مشهد تقليب التلفزيون ايه فتت هيك لقيتهم هن جايين بالمشهد الصحيح طلعوا فيي شو عم بعمل ماني حامل الغرض اللي لازم كيف بتظبط الوضع بترجع رجعت عملت لهم كروك وفت لجوا جبت الاكسسوار وكتفينا ما حدا حاس الجمهور فكر انه داخله باللعبه بصير في ارتجال مقصود على المسرح لكن الارتجال كثير صعب لانه المسرحيه مكموشه مثل ما قلت لك يعني على الميله بتمشي الاضاءه بتمشي الموسيقى المؤثرات الصوتيه الاشياء اللي بتصير على المسرح العتمه الاضاءه البلوطه اللي بتفوت من هون والجنجلابيسه بتفوت من هنيك ما فينا نلعب كتير يعني محكومين بهيكليه مسكره هلا انا بسمح لحالي اوقات اني هيك زمت كم شغله بفاجئ فيها الفنانين اللي معي بينقذوا هيك مش بده يضحكوا وبيضبطوا نفسهم بس اجمالا الارتجال يعني صعب كثير بتفضلوا اكثر تلتزموا بالناس وبالافكار كي. لا لانه منضيع اللي قاعد على الاضاءه ناطر تحت يطفي من هون يضوي من هنيك او هذاك اللي بده يحط الموسيقى بينقذ كلهم على اعصابهم طول الوقت يعني على بيضهر اذا مع عصف يا مسامير وهيك لكن بيظهروا كلهم مرضى شو بدي اعمل طبعا كنا عم نشوف الجمهور يلي حضر المسرحيه عم بيقولوا انه انا بدي اجي اضحك يعني هالقد واثقين حتى لو عنوان المسرحيه قرف عارفين انه هالقد في شيء ماده طبعا بتبسطهم طبعا مش رح اجي انا احكيهم عن القرف يعني عم ناخده هيك من زيله المضحك لانه هيدي وجبتنا ان نمرر الفكاهه بالمقاسي انه في مقاسي عم نعيش مقاسي يعني بلبنان طبعا وبده يضحك الجمهور له حق وانا مش هيك عجلت لانه حاسس انه عندي مسؤوليه لهالجمهور الوفي لإلي وفظيع شو وفي هالجمهور انه بيجي مش عارف شو فيه بيجي وبيمل لانه سامي خياط لانه وفي هيدا لأنه سامي خياط لأن صار عنده ثقة بشغلك 55 مسرحية مش هينة إذا كل الجمهور عم بيتابع هال 55 مسرحية يعني عارف حاله شو جاي يحضر عارف أنه رح يتسلى باللي رح يشوفه أنه هيدا بتكبر مسؤوليتي وأنا ما خزلته بتصور أكيد وقال ما كان عم يرجع يجي كل مرة طيب سامي الجمهور بعده عم بينترك وبعده بكل عمل بيقصد يشوفك ويشوف أعمالك أنت ما زهقت من 55؟ زهقت؟ يا دلي انا الله يسر النهار اللي ما بعد فيني اطلع على المسرح شو رح اعمل يعني يمكن بعد 130 سنه مثلا ما اقدر اطلع على المسرح كون او يصير معي محضر مضايق شوي بعد 150 كنت متضايقه ما قادر اطلع مقرب يعني مثلا الله يسر شو بيصير لانه سعاده لا توصف الوقوف على خشبه مسرح وقدام جمهور عم بيتفاعل ما عم بيحكي عم بيضحك عم بيزقف بس ما عم بيحكي معي بس قبلين شو عم بقول له هيدا شيء مهم كثير هي الضحكه كمان يمكن عم بيحكوا معك من خلال الضحكه ما هيدي هي انه هالتفاعل من خلال الضحكه من خلال الزقفه من خلال هز الرأس او شيء يعني يعني بتميز اذا في سكتش عجب الجمهور اكثر من اكيد المسرح هيدا هو الحلو فيه انه فوريا بتعرفي النتيجه فوريه نتيجه فوريه دغري بتعرفي على السخن انه هيدي مشيت هاي ما مشيت الحمد لله انه
اكيد هلا في بعض المطبات بكل مسرحيات ما في معرب، في محلات صغيره طلعوا ونزول، طلعوا ونزول، بس انه اجمالا نحن محافظين على هالخط على الطلعه، على الطلعه. هلا من وقت لاخر يمكن في ناس حسب كل واحد ذوقه شكل بيقولوا هيدي كانت شوي طويله يا رب تتاثر، مع العلم انه يمكن بثاني يوم الناس يلي ما عجبهم قبل ليلى سكتش ثاني يوم الناس تعجبهم هالمسرح. حتى في مشهد كانوا الشباب اللي معي والبنات يقولوا لي يمكن هيدي شو رايك يمكن تدقي، يقول لهم انا ما تخافوا ومشي نجحت ونجحت. طيب خليني اسال سؤال، اذا بيزبط البلد وان شاء الله يزبط البلد ويبطل في مواد، شو بتعمل سامي خياط؟ بطل في مواد مثلا ليكي. لا حرق دواليب ولا ملف غذاء فاسد ولا تظاهرات على الطرقات، شو بتعمل؟ رح اعترف لك انه انا ورا كل شيء عم بيصير حتى اقدر اعمل مسرحيات، انا عم خربط الدنيا، انا عم خربط الشرق الاوسط كله، والا كيف بدي اعمل مسرحيه؟ أنا المسؤول. أنا أقول يعني هالبلد عم بيزبط، مين عم بخرب؟ أنا بعترف. يعني إجتنا المي مين قطعها؟ أنا. إجت الكهرباء مين قطعها؟ أنا. قلو أنا. بدنا نشتغل. طيب لكن عشو مين بدنا نحكي؟ عن جد قديش هالمواضيع مادة دسمة لإلكم؟ مادة دسمة، لكن صراحة إن شاء الله تزبط ونضل نلاقي طريقة نقدر نضحك على غير شيء على حالنا. طبعاً اللبناني هو مهضوم، عنده تصرف مهضوم. هلا مثلا تأجل عندكم، يعني رحت شوي صغيره عكس السير، نتفي صغيره، كيف في بوليس قال لي سكرت الدنيا، قلت له عندي مقابله، عندي مقابله بالمستقبل. الله معك الله معك. ما بيحضرنا. ما تسمي اسمه لانه ما بيقدر يعمل مخالفه، واقف على الطريق ما بيقدر يحضرنا المعتر، واحد عم يمشي السير عرقان مع انه الصبح اليوم يعني بعد ما الشمس ما قويت عم يزرزب عرق وعم بمرق السير اليوم، سير شيء غريب، ومبارح كمان كان مجنون. خلص هيدا هو السير بلبنان، تعودوا على الفكره، تاقلموا معها. يعني اذا عندكم موعد على الساعه 9 مشو الساعه 7 ونص من البيت، مش ضروري تمشوا 8. انا امبارح كان عندي موعد عندكم هون بالليل باذاعه الشرق، اوكي فكرت نايم هون، فرد مره بيجي ثاني يوم بقى. كنت عملت يا ريت كنت عملت بس الرفاص عندكم تحت كان شوي عم بيلقلي الرفاص. طيب مش مثل الهند، نحن رفاز. انا بحب شكوكني بس كان عم ينزل هيك عم. خلينا نذكر قبل ما يدهمنا الوقت، وين واي ايام عم تنعرض؟ عم نعملها كل خمه جمه سبح، تعودتوا علينا بهالشغله هيدي، خميس جمعه سبت احد الساعه 9 على التمام. بيعرفوا الناس انه انا 9 على لبناني. لا 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 ابدا ابدا، 10 ونص على التمام، طلعوا ساعتكم خلص، كون خلصت من 9 ل 10 ونص بالمونو، مونو الاشرفيه. العالم عم بتحب تضحك هالايام، ليش؟ لانه هيدا شيء صحيا كثير منيح، احسن من الدواء، احسن ما ياخذوا بنزل وميثيل دين جينسترول دين شلفاتيازيل اكتيماتيازول دي لاسيتي لاسيلميدور يافتول جيزمينيول كالسايك فرومات كالسيني حبتين كل نص ساعه. خلص وقتنا. ما بصير. بهيدا الشيء اللي قلته خلص وقتنا. ما نحن طولناها مشان تاخذ اكثر كمان. بيطلع لي. شكرا لك الممثل والكاتب المسرحي سامي خياط. في شيء صغيره هيك نكفي شي ساعه بعد. هيدي هالكرسي ما بتجمد ايه؟ ولا ممكن تجمد هالكرسي. لا هاي هلا اذا بنكفي بالحديث على الارجح رح تكون اخر عندي كرسي بنعملها. وقف خلاص خلاص، قول لهم باي هون. بريك ونرجع. كنت بريك ترجعوا لي؟ لا